الدكتور احمد عبد العال رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه. بنرحب مع حضراتكم واكيد هيقول لنا تفاصيل اكتر. اهلا بك يا دكتور، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. هو احنا فعلا داخلين على موجه حاره فيما يبدو كده. احنا بدانا فصل الربيع، كل سنه وانتم طيبين. طيب. سماته معروفه ان بيبقى في موجات حراريه شديده في الحراره، نشاط للرياح بيصل الى حد العاصفه، ودي السمات بتاعته، ودي اللي بدأناها نبدأ النهاردة إن شاء الله لمدة 48 ساعة يعني النهاردة. بس كانوا يدونا فرصة بس شوية، مش على طول كده. هو بقى يعني على طول كده عشان يفكركم بنفسه على طول. فموجة فعلا شديدة الحرارة تبدأ النهاردة وبكرة، بس عشان أطمنك وأطمن السادة المشاهدين، من يوم السبت تنخفض الحرارة ما بين من 10 إلى 15 درجة على بعض المناطق. يبقى بالتالي هو فعلا هو ده زي ما بيقول الكتاب، هي دي سمات فصل الربيع بالظبط. 48 ساعه وتبدا تنكسر الموجه. هي طبعا هيبقى معها نشاط للرياح غدا، النشاط هيبقى اكتر من النهارده، يعني الذروه كلها بكره يوم الجمعه، نشاط ارتفاع الحراره، نشاط الرياح اللي بيصل الى حد العاصفه على بعض الاماكن المكشوفه. يوم السبت الانخفاض على طول بعد 8 ما يمر 48 ساعه يبدا انخفاض وتعود الحراره معتدله، ويبقى نشاط خفيف يوم السبت. طب هل ده ممتد للسواحل والمدن الساحليه برضه هيكون؟ هو طبعا على كل الانحاء النشاط رياح غدا على كل الانحاء النهارده، بس على بيبقى على السواحل الشماليه نشاط رياح، لكن ارتفاع الحراره على كافه انحاء الجمهوريه. لكن هل هي رياح مشبعه بالاتربه، يعني الناس تاخد بالها قوي ولا لا؟ يعني التقلبات الربيعيه المعتاده يعني، ولا دخلنا في لا بكره هتبقى خمس سنين كمان. خمس سنين خلاص دخلنا. ملاقي أتربة وإمام مصارة وتصل إلى حد العاصفة على الأماكن المكشوفة. تصل إلى حد العاصفة، طيب ده كويس حضرتك قلت لنا ده، لأنه برضو الناس تاخد بالها، وبعدين هتنخفض درجة حرارة تاني يوم السبت، فبرضو ده 10 15 درجة ده ممكن يكون مناخ مناسب للعاية، خلينا نقول، أو إنك تتعرض لنزلة برد، أو برضو اللي بيخافوا من التراب والحساسية وكده ياخدوا بالهم. يا ريت دايماً يراجع الدكتور بتاعه بالذات اليومين. بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال، شكرا جزيلا على وجودك معنا، رئيس هيئه العامه للارصاد الجويه دكتور احمد عبد العال، شكرا جزيلا.